مساء الخير. من السبت 13 تشرين الأول 1990 لليوم السبت 13 تشرين الأول 2012، 22 سنة مضت على تاريخ احتلال، مجازر، اعتقالات، خطف راح ضحيتها مئات ومئات من المواطنين اللبنانيين الأحرار يلي عارضوا احتلال الجيش السوري واعترضوا احتكار القرار اللبناني الحر. 13 تشرين الأول 1990 يوم مشؤوم بتاريخ الحرب اللبنانية، يوم أضاف ظلم على الظلم، حزن على الأحزان وأسى على المآسي. 13 تشرين الأول 1990 منا ذكرى، لأنه مفعيل هالنهار يلي امتدت حتى اليوم ما زالت تؤلم النفوس وتدمي القلوب. فمئات العائلات ما زالت منتظرة عودة أبنائها إلى كنفها، مئات الأسر ما زالت تأمل بأنه أبنائها ما زالوا أحياء بالسجون السورية، فيما مئات عائلات أخرى انطفأت شعلة الأمل ببيوتها بعد ما قضوا أبنائها على يد الاستبداد، ومن بينهم عشرات من أبناء الجيش اللبناني. شاهدين أحياء خبروا قصة الشهادة، وآخرين حكيوا قصة نضالهم لمعرفة مصير من يحبون. رح نسمعهم ونشاهدهم الليلة بتحقيق. صباح السبت 13 تشرين الأول 1990 دوت أصوات مجنزرات ودبابات سورية بمناطق كانت حتى هذا اليوم محررة من هالوجود، فاخترقت القوافل السورية قرى وبلدات المتن، اجتاحت من البر، قصفت من الجو، واشتبكت مع الجيش اللبناني. انطبع هالنهار بأبشع الممارسات ضد أفراد الجيش اللبناني، فقتل أكثر من 200 بصفوفه. ضد المدنيين وأبشع كانت مجزرة بعبدة بصوص الجماعية، ضد رجال الدين فحتى اليوم لم يعرف مصير الراهبين الأنطونيين ألبير شرفين وسليمان أبي خليل. انتهاكات دامية، اغتصابات، إعدامات جماعية، ممارسات طبعت هالنهار، نهار 13 تشرين 1990. دير القلعة ببيت مري كان لها رصيب وافر من هالممارسات. فريق تحقيق حاول يستذكر ما حصل هنالك. دوري كان مركزه العسكري بدير القلعة، فروى لتحقيق تجربته خلال هالنهار. مارسيل باجوسلين بيحكوا قصة خطف أخوهن وخالهن الراهب ألبير شرفين، فيما بيير بخبر عن اختفاء أخوه الراهب سليمان أبي خليل. الراهبين الأنطونيين يلي اختفوا وخطفوا من ديرهن بدير القلعة بنهار 13 تشرين 1990. فيما كميل وأليس وجاد بيحكوا قصة ابنهم وأخوهم توني الرئيب الأول بالجيش اللبناني المختفي من مركزه العسكري بدير القلعة من 13 تشرين 1990. بعد 22 سنة الأحياء ما زالوا يتذكرون وينتظرون ويبحثون عن الخريطة يلي بترشدهم إلى أحبائهم. أنا اسمي دوري نمورة، عسكري سابق بالجيش اللبناني. ثلاثة تشرين تسعين أنا كنت من 3 إلى 6 ضابط الحرس تبعي، وثابت خلصت ضابط الحرس شلحت على التخت الميدالي، بعدني ما حطيت هيدا الكيس النوم، اجى وعيني قال لي في وصلوا فاتوا علينا. قمت دغري انا حملت باروتي وطلعت لتاني ميلي لميلة برا لميلة مطرح ما هو الرائد.
حملت باروتي وطلعت لبرا، وصار الرائد يرجف وهيك، وكان متوتر كتير، وكان يقول انه خلص وصلوا داينا وابصر شو بده يصير فينا. صرت اجيب الجاكيت تبعي، حصرت من القصف، يعني ما في كتير مسافة، يعني حصرت من القصف. قعدت مع الشباب من جهاز التنصت، قعدت معهم، كانوا هني اثنين وأنا ثلاثة. بعد فترة شي ساعة نص ساعة وصلوا لينا الجيش السوري، وصلوا لينا. صاروا يقولوا لنا سلموا بتسلموا. رفعت، قال لي الأجدان شاف انه رفع العلم الأبيض، رفعت علم الأبيض، شلحت كنزتي رفعت علم الأبيض. فاتوا وصلوا لينا، طلعونا لبرا نحن ورافعين إيدينا، وركعونا على البحط، يعني بلشوا فينا خبيط. ضلينا ناكل قتل يعني حوالي شي ساعة. يعني ضابط الثوري بيقوم بيجي بيحط لي الفرد براسي، بيقوس، ما بيطلع على الضرب. ساعتها بيروح نص عمري. كل ما بدلوا يعني بدل الجيش، يعني الجيش دائما بيبدل كل شوي، كل ساعة نص ساعة ساعتين بيجي غيرهم. نرجع ناكل قتل عن جديد. مشونا مسافة، كل واحد بناني معه اثنين سوريين عم يخبطوه. أكلنا خبيط كتير، بذكر أكلت حوالي 160 خبطة على ظهري، ضربوني على مناخيري، كسروا لي هني، مشوني على سلك كونتيسرينا، هذا سلك شفر. ذكر قبل ما نفوت على المتريث، كان بعد الدنيا يعني ضواية، شوف أبونا شرفين وأبونا سليمان في صخرة هونيك، كان وصلت لحدها، طلعت هيك لقيت أبونا سليمان وأبونا شرفين، شفتهم بعيني. أبونا سليمان كان لابس قميص أبيضة والسكين، وأبونا شرفين كان ما يشلح التوب، كان لابس فوق منه بدرجتين. فت على المتريث وفتحوا علينا النار. لما فتحوا علينا النار كبوا علينا سبعة من أنابل. صار صريخ كتير كتير. بعدين صار في سكينة. بفترة السكينة في حد مني على هالميلة، في واحد عم بيصرخ، شلحوا كل التيابه. أنا شلحت كنزتي وعطيته الفانيلا تبعي وخليت الكنز لإلي، لأنه بدار القلعة كتير ساعة. من غبت على الوعي اجوا لقشوني بالحربة، عملت حالي ميت. صارت يعني جتها تقلب علي بطريقة انه ما قدرت اقوم، لحتى
قمت كان في جهد كتير كبير لأنه كنا محوكمين على حد بعضنا. هني صار يقولنا دبوا على بعضكم وفتحوا ساعتها النار علينا، دبوا على بعضكم هيك فتحوا النار علينا. اجوا لقشوني بالحربة، قال له بنقتله للحقير، قال له لا انه حتى يريحوه، قال له لحظة يتعذب يعني. اجى ضو بعيوني ضو الشمس وعيت. في ناس كان بعدها على قيد الحياة متصوبين، في كان جتت وفي كان متصوبين اصابات بليغة واصابات طفيفة. قمت صلبت ايدي على وجهي وبلشت طلعت من المتريس، شو بدي اعمل؟ بدي ابكي؟ ما عادش في وقت خلص. قمت صلبت ايدي على وجهي وبلشت ازحف، ضليت ازحف شيء، كنت مش قادر امشي لانه ماني قادر امشي. صرت ازحف زحفت رحت على اول بيت، ثاني بيت، ثالث بيت، رابع بيت، كله شيء لا يصدق يعني أكثر بناية مش باقي ولا مخبر. أول نزلت بنزول أنا بالحرش وطلعت، الطريق كان من حد الأثارات، نزلت بهالنزلة لتحت في عملت تمويه يعني غطيت حالي، برمي لأن أخذت معي وقت. وطلعت هيك ثوب بيقولوا له حي القلعة، ضعت كان في جهد كتير كبير لأنه هونيك المنطقة كلها جلالة، صرت نط من جال لجال أعمل وثبات، وصلت هونيك تعبت، صار لي فترة تعبت. عدت بتقوم في بنت بتعيطني من بيت أبو سامرة، على هي خافت مني، أنا بالسليب وبالكانتي، والكانتي كلها دام والسليب كمان كان كله دام. جتت رفقتي رفقت السلاح منهم، لأنه لمن واحد يقوس بيغير الجتت، قلبوا علي، صار يقلبوا علي. دوري تعالج بالمستشفى على عدة فترات، خضع ل26 عملية جراحية. صار عندي غرغرين، قطشوا لي أصبعين من إجري، يعني عندي إجر ما فيها ضفير أبدا. أجري له 9 عمليات أخرى و14 عملية بالشرايين، من وقتها عضلات قلبه وشرايينه تعبت. صار لي من 2002 بتعالج عند محلل نفسي. دوري شفي جسديا، ولكن نهار 13 تشرين 1990 ترك اثار جروح ما ختمت الا بكرامته وعنفوانه. نحن اكثر شيء خدمنا الوطن. اول شيء انا كنت امين في 3 أشياء ما فرط فيهم، هو شرف العسكري ما فرط فيه، وأمانتي مع الأشخاص لمن حلفت على العالم ما فرط فيه أبدا ولا برح فرط فيه. شاهدنا دوري وسمعنا معاناته يلي ما زالت راسخة بعقله وذكرته من 22 سنة. لنفهم أكثر 13 تشرين خلينا نستذكر ظروفه السياسية وإطاره التاريخي. ب 13 تشرين الأول 1990 اقتحم الجيش السوري مناطق مسيحية واجتاح بشكل خاص منطقتي بعبدة والمتن يلي كانت خاضعة لسلطة العماد ميشيل عون الممترس بقصر بعبدة رغم فقدانه للشرعية.
رافض الاعتراف بسلطة الياس الهراوي كرئيس جمهورية منتخب وسليم الحص كرئيس وزراء معين. العماد عون الرافض لاتفاق الطائف يلي وضع أسس جديدة لدستور لبنان منهياً الأزمات المتتالية منذ 1975 وحرب دامية أبشعة كانت آخر سنتين. الوحدة شهدت ما سمي بحرب تحرير شن عون على النظام السوري وزج فيها ما كان يسمى بالمنطقة الشرقية بحرب عبثية فاتكة ترجمت برد سوري مدمر محدثاً خلل بالتوازن الداخلي. ومن بعده اجتماع فاتفاق بالطائف رفضوا الجنرال ممهداً لحرب أخرى سميت بالإلغاء أراد فيها توحيد ما سمي بالمنطقة الشرقية تحت رايته، فدارت رحاها بين قواته والقوات اللبنانية تحت قيادة الدكتور سمير جعجع. القوات وجيش الجنرال خرجوا من الحربين منهكي القوى، وضع لم يكن مساعد لقوات الجيش لمجابهة الجحافل السورية المهاجمة بمباركة قائد الجيش أنذاك العماد أمين لحود. اجتياح القوات السورية لمناطق كانت بمثابة مكافأة أمريكية للقيادة السورية بعد تأمين الغطاء العربي الإسلامي لعاصفة الصحراء يلي شنتها الولايات المتحدة الأمريكية ضد صدام حسين لحمله على الانسحاب من الكويت. ضوء أخضر أعطي للسوريين لأحكام السيطرة على لبنان، إنهاء حالة التمرد على الشرعية المتمثلة بتمسك ميشيل عون بالسلطة والتجاوب مع مطالب الشرعية المتمثلة بالثنائي الهراوي ولحود كان حجة وافية وكافية لأحكام السيطرة السورية على كل البلد، ومع حكم ظالم جائر دام طويلاً وما زالت ذيوله مستمرة حتى اليوم. 13 تشرين الأول 1990، يوم مطبوع باختفاء الراهبين ألبير شرفان وسليمان بوخليل. ما زالت قصة اختفاء لغز لم يتم حل حتى اليوم كسائر مئات الملفات المشابهة الأخرى. أنا مارسيل شرفان أخته للأب ألبير شرفان. أنا بيير نجيب بوخليل من بعبدة، شقيق الراهب المغيب والمخطوف الأب سليمان بوخليل. أنا جوسلين جورج شرفان بنت خيو للأب ألبير شرفان. أنا أبو ربيع شوفير ريس عام الرابع من العنطونية. كمل فريق تحقيق بمجزرية دير القلعة وفتح ملف المفقودين ليوصل معاناة بلشت من 20 سنة وبعدها لهلأ ما انتهى. كنت بالمكتب أنا ب 12 تشرين يوم جمعة، واللي أصدقاء اللي معي وأخته قلت لي جرب اتصل ببورا سليمان، قلت له مش عم يتصل، جرب نط رد ببيت مري. نزلوا لخي شق علينا ولا شيء، قال لي البنزين مقطوع وقاعديني بنص تنكة بنزين، عبكرة بجرب بنزل. قلت له نزل من الليلة، قال لي عندي قداس عند الرهبات قافيني شبونا ألبير تحت، هلا بيطلع بونا ألبير بنزل أنا عبكرة. ليلة الجمعة عشية مرق لعندي الساعة 5 مثل العادي يعني، وبلش القصف. قال لي إذا بقي القصف واخذي العائلة واطلعوا لعندي، نحن عنا قلعة اسمه دير القلعة. غلبت طيب ما كان يبقى، بدي أمره عند أختي الراهبة اللي بعد، ما مرق كأنه شي عم بيشده وطلع. خياتي بيتلفنوا له الساعة 10، عندي 2 خيات عطوا كانوا تلفنوا له الساعة 10، رد عليهم بعصبية كبيرة، طيب بعدين 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 إيه. وبحياته ألبير ما بيحكي هيك مع مين ما كان، وسكر الخط وعينا على المعركة. سمعنا بالمعركة شو صار لتاني يوم تالت يوم لعرفنا إنه الرهبين مختفيين، وبلشنا من وقتها مرحلتنا درب الصليب. بيجي بعد الظهر راهب من المعهد الأنطوني بن أنطوان صعب، بعته الرئيس العام، عيطوا لي ولادي قال في أبونا بده، طلعت أنا مشلح وناطر، قال لي الرئيس العام بده إياك، ضربت كف على كف، قلت له راح سليمان. نزلنا الأونيكي ما خلاني السوق بده ياخذني معه لأنه شافني أعصابي بشتحون، نحن لقينا مجتمعين بالمعهد الأنطوني ببعضنا، وترك لي مطرح حد منه الرئيس العام قعد عم بيخبرني انه حاولوا الاتصال بدار القلعه
ما قدروش، حاولوا يفوتوا على دار القلعة منعوه، حاولوا مرة تانية تكرار كذلك الأمر ما في. طلعوا صهري وجوزي على دار القلعة بعد شي كم يوم، رفعوا البريد عليهم السوريين يعني، وشافوا له سيارته سايقينه، سايقين له سيارته ضاهرين فيها من الدار، ما خلوني أقربه. طلعوا لفوق ورجعوا، نحن وبعدنا هوني الدار منظف فاضي، ما فيش أي أثر للأباء، ما في شيء. وصل السفير البابوي حطوه بالجو وطبش لي على كتفي، وقال بالليل زيتها بيوصلها على روما. وين هون عم نطلع، كان عندي خيي الاكبر مني يروح المطرح. قعدنا 10 12 سنه من بعد، من ال 91 لل 2000 توفى. راح عارض قلبه وعم يطلع له، ونحن بعدنا عم نطلع، ما سألنا حدا، وبيقولوا إذا عرفتوا شيء خبرونا. بس وقت اللي كنا عم نسأل كيف اتاخدوا كيف انعملوا كيف شيء، خبرونا إنه تاني يوم حكاهم شوفير الرئيس العام عم بجرب يوصل قصر المي بالحديقة. هو عم يوصل طلع على الباب الشرقي يلي بيطل على أوتيل بستان. بونا سليمان قطعته طويل، شاف بونا سليمان من هونيك ومالوه شوي، بونا ألبير حده. أنا نهار الأحد ب 14 تشرين طلعت على دير القلعة على جنينة الدير، بدي جيب نبريش من الجنينة. أنا وطالع وصلت تحت الدير، شفت أبونا سليمان على الفرندا واقف لابس تيابه الرعبنة وحالق وكل شيء وما بو شيء، عم يضحك. شفته وميتله بإيدي وقلت له أبونا سليمان أنا معاوزك نزل عندي على البيت. قال لي إيه هلا بعد شوي. وكملت شلت النبريش من الحنفية لكيته على إيدي ورجعت. أنا وراجع رجعت اطلعت على الفرندة الدار، لقيته فات لجوا وسكر الإزاز باب البابين، وقف وراهم وحده في أبونا ألبير. شفتهم اثنينهم، انا ضميتني ماشي ما عدت حكيت معهم، وانطرت ابونا سليمان تيجي لعندي ما عاد اجا. اليوم في شاهد بتاني يوم من المعركه شافهم عايشين وحكي معهم للاباء اثنيناتهم، وفي كمان هن واخدينهم بيقولوا انه وقفوا بقرنيل هونيك، وقفوا والاهالي القرنيل شافوهم ورجعوا كملوا من هونيك، كملوا على عنجر. كمان كان يجينا هيك وراق مثلا قدين نسأل، تجينا وراق صغيرة مكتوب مثلا موقوف هون كتبلنا في فرع فلسطين اسم التحقيق تاريخ حجز الحرية ب 14 تشرين، حول إلى عنجر على أثر معارك 13 تشرين في فرع فلسطين أو شيء هيك يحكوا، أو للتحقيق معه في الأجهزة الموجودة داخل الكنيسة، إنه شو بده يكون فيه بالكنيسة إلا أورج وميكرو، أو شو بده يكون فيه أجهزة بالكنيسة. الأمل موجود، نحن كنا فقدنا الأمل قبل ما صار الأحد الظهر، لما عرفنا إنه الأحد الجماعة كانوا موجودين ساعتها صار عندنا أمل كبير إنه هالجماعة لو بدهم يقتلون قتلون ترمي المعركة. ما كانوا بقيوا للأحد، ليش بدهم يرجعوا يقتلوهم؟ هاي كل القصة. ما تركوا باب إلا ودقوه، ما في مسؤول إلا وقصدوه. رسائل كتيرة أرسلت الأهالي للمسؤولين بلبنان والخارج، والجواب كان دوما واحد، لا جواب. والملف رغم تصريحات بعض المسؤولين بأنه يعمل عليه إلا أنه مغلق وقابع في أدراج الدولة اللبنانية حتى إشعار آخر، ومصيره مجهول كمصير هؤلاء المخطوفين. والأهالي بعد عم تنادي وتناشد وين ولادنا، ولكن ما من مجيب. وبعدنا بنبرم من روحي أو بحبس الأشرفية أو بحبس فلسطينية أو بحبس المزي أو بحبس ما
بتعرفوا اسامي على الارقام. عملنا رسائل لكل زعماء العالم تقريبا، من جملتهم الباب وديناها على السفاره ولحافظ الاسد ولرئيس الفرنساوي وللبترك سيدنا كان صغير، وكلهم رحنا لعندهم وسلمناهم الرسائل، ومن جملتهم حافظ الاسد. اخذنا موعد من السوري ونزلنا لتحت على البوريفاج، من البوريفاج كان في ناس ناطريننا برا، رفقونا على مركز السوري وصاروا يحكوا هني وياه للشخص اللي كان معنا، بيظهر ايه عارفين عنه كل شيء. طلب منهم هو ورقه انه تصريح، وعدوا بس اعطينا اعطينا عنوانك ورقم تليفونك وبس نحضر رح نتصل فيك. وهي كاني اختفى الزلمة بعد فترة. هاي كل القصة. قاموا تعرف بلشوا يبرموا ويسألوا، راحوا لقيهم بعد ما بعرف كم نهار بقوته ميت، نبشين اغراضه، مصرياته موجودين بالبوشات مش اخدين مصاري. راحوا طلعوا، كان يقدس عند الرهبات هو الفرنساويات، طلعوا فتحوا له يوميات وهو كان يعمل يوميات، وعرفوا انه بنهار كذا بتاريخ كذا كنت انا وفلاني وفلاني عند فلان. ساعتها عرفوا انه السوريين قاتلينه. وجريرة الحياة تاني يوم بتكتب مقتل فلان الفلاني لها علاقة باختفاء الاب البير شرفان. طيب خلص. وبعت ورانا الأنصول وحققوا معنا. أنا اللي سألته بالأول، قلت له طيب إنه بعد ما خلصنا، قلت له طيب شو بتقولوا أنتم مين قاتلوا لفلان؟ السورية بهيك بكل صراحة. وقال لي انتبهي وقفي نشاطاتك عندي كولات. قلنا له وصلنا للسلطات الروحية، قلنا له الشمعة عم بتدوب ونحن عم ندوب مثله. راح الأول راح الثاني باش في غيرنا، وين مصيره؟ إذا ميتين خلينا نكون واعيين نعرف إنه ماتوا، بيكون القدر ضربنا بأمي وبخيي قبل. وإذا مخطوفين بدهم إياهم سنة يضلوا 10 يدلونا عليهم بالميكروسكوب، لكن لا هيك ولا هيك. طريق بيروت دمشق طريق جلجلي اجتازوها أهل الرهبان عدة مرات، وعود كاذبة انتهت بتهديدات بعدم اجتياز الحدود، فيما الوضع بالداخل لم يكن أكثر تشريفاً. بلشنا رحلتنا على سوريا. أول مشوار اللي كنا طالعينه أنا تذكرتي مارسيل شرفين بنتي ألين كرم، هديك المرأة منيرة وردة. هلأ ليش من هالثلاثة ما طلبوا على التدقيق إلا اسم مارسيل شرفين؟ قابلنا مسؤول كبير فوق كان هو مرجع للبنانية مش مثلنا يعني، وحاول يخدمنا ما طلع بإيده شيء. آخر مرة طلعنا فيها من بعد اختفائهم بشي سنة أو سنة ونص باش بذكر بالضبط، بنتي معي كمان مثل العادة صارت تبكي. معلقين بخيلهم كتير جنود، خيلهم كاهن. قال لها ما تخافي يا عمو ما تخافي، رح خليك تشوفي خيالك. كان نهار سبت، انطرونا عند فلاني وبدق لكم الساعة واحدة، ببعتكم سيارة بتجوا بتشوفوا. الساعة واحدة بدق التليفون عندها بيقول لها يا فلانة جماعة بيروت ينزلوا على بيروت، بكرة أنا ببعت لهم خبر بلاقيهم بدي أنزل على بيروت بلتقى أنا وياه. منا حيلنا وجينا. بعد بجمعة زمان نزلنا، دق لنا ونزلنا، وكان صهري معنا وابني وبنتي. وصلنا لتحت، أخذنا عنده هي، أخذنا على أوضة جانبية أوضة النوم. وحكينا نحن وياه اللي بدنا نحكي، ونحن وفالين عم نسلم عليه. فتح الباب مش الاساسي هيدا، بيلاقي واحد حاطط دينته عم بيتسمع عم بيكرج شاريول غسيل. صرخ فيها الولد شو عم تعمل هون؟ وقام يركض هيداك بالشاريول بالكوريدور. 13 تشرين بنعمل سكره تغييبه. ما نحن بدنا نعرف مصيرهم، طيبين بدنا نخلوهم كيف ما كانوا، ميتين بدنا رفيق. لأنه شو ما نفتح باب يسكروا لنا المسؤولين،
انه ماتوا واندفنوا بوزارة الدفاع. وقتها كان رئيس العام للرهبنه الابي عطلة كان مسافر، قطع سفره واجى على لبنان خصوصي تيستوضح هالامر، لانه قالوا انه ما في حدا سال عنهم، يعني انه في عيال وفي رهبنه وراهم، كيف هيدا بتصير؟ بيتصلوا فيي هون نهار بيقولوا لي بدنا نعمل دي ان اي تنسكر بقى هالملف. انا بس قالوا نسكر الملف، قلت بدهم يحطوا حيلا حدا ويقولوا هيدا الاب شرفين، وقلت له لا نحن بنرفض نعمل دي ان اي. من بعد ما كشفوا على الجتات بوزاره الدفاع كانوا 20 جته، قالوا انه 13 نعرف مين وسبعه مجهولين. هون حكينا بالعائله وحكيت مع عمتي مارسيل انه لو بدهم يقولوا انه هو كانوا قالوا خلينا مننزل نعمل دي ان اي تنبرهن لهم انه الاب شرفين مش هونيك. كانوا بفتكر اهله للاب ابي خليل عملوا الفحص وتبين انه مش موجود. كمان عملت الفحص عمتي وطبيعي انه منه موجود الاب شرفين. هون نهار بيوصلوا لي خبر على الاسكوا انه في سجين برومية، تعرف على عمو ألبير، قال بس شاف الصورة صار يقول لهم أب شرفين أب شرفين. دغري أنا كان في ناس وصلونا عند المدعي العام التمييز، أعطانا إذن رئيس ميرزا، أعطانا إذن طلعت أنا وراهبة لعنده للسجين اسمه صالح عبد الدايم، جنسيته فلسطيني الأصل هو. تقبلت أنا وياه مش ورا الإضبان، يعني بمكتب سمحوا لنا قعدنا، بس كان في معنا عسكر من الجيش موجودين، يعني دايما موجودين معنا. هلأ السجين ما بيحكي منيح، كان قالوا لي إنه ما بيحكي كتير بس بيفهم يعني شوي. بقى أخذت معي أنا ما بعرف، أخذت وراء وقلم وهيك، وكان معي كاميرا صغيرة، قلت بركة مش عارفة إنه شو بده يقول لي يعني. طيب يا صالح مين شفت هونيك؟ كتب لي على الورقة فرع فلسطين سنة 97، شاف بطرس خوند مكتوبة على الورقة، وكان في شي 250 شخص. بعدين بتدمر أخذوه على تدمر، من تدمر على الحسكة، فلتوه أول مرة ورجعوا لقطوه مرة تانية. مين شفت بالحسكة؟ كتب لي الأب شرفين الحسكة. وشو قال لك أب شرفين؟ لا بالأول ما سألته عن عمو ألبير ما ينتبه يعني، كتب لي محمود عثمان العجمي، محمود عطايا، أسامي هيك من مجد العنجر وما بعرف شو. شو قال لك؟ كيف هو الأب شرفين؟ وصفه وصفه، لأنه مش كتير بيعرفوا أنه عمو ألبير على الصورة، بيفكروا أنه طويل وهيك. وصفه مثل ما هو، ضعيف مربوع يعني أنفات كرجال. وشو قال لك؟ قال لي أخدوه من الكنيسة، عمل لي هيك بإيدي، ما بيعرف ليه، ومعه أب تاني ما بيعرف عنه شيء. كتبه الشخص الثاني أب لا يعرف عنه شيء. طيب قلت له طيب ليه ما بتحكي منيح؟ كتب لي اطعموني ازاز. يعني انا يمكن روحي معلقه بهالورقه، لانه هيدا اثبات انه عمي موجود. ليش بالقوه بدهم يعملوه انه ميت؟ هلا يلي عم بيقول انه ميت يعني بيعرف الحقيقه، خليه يخبرنا اياها تنسكر هالدوسيه. واذا مش عارف الحقيقه مثل ما عم بيقولوا منهم ميتين، بيقولوا انه نحن بنقول انه عايشين، خلينا نوصل لاخر هالتونال. في ست ظهروا وقالوا بعد في فوق في اثنين اخواني. مين قالكم؟ قالوا له عمي خلينا نوصل لواحد، خلي واحد يخبرنا ويجيب وش، ما يضحكش علينا. كل يوم خبرية جديدة وكل يوم حرقة عم تكبر، دموع وتمنيات عم تطالب بعودة ألبير وسليمان، اللي كل ذنبهم انهم أرادوا الصلاة والتقرب من الرب. إرادة حولها الاحتلال السوري نهار السبت الساعة 6 الصبح العام 1990 من نعمة إلى نقمة على هؤلاء. صوروا بالبيت كل حي، هاي أول صورة، هاي الكبيرة أول قداس بروما حطتها قبل ما حاطة صور ولادي. شوفي لحد وين هالقد عملت له هي، هالقد كل يوم بصيرته، كل يوم كل يوم كل يوم بصيرته. وأخوتي خياتي صار ميت نصهم بحارته. شو بدنا نقول؟ بدنا نقول إنه ما بعرف، ما باش قادر، ما بعرف، بعرف إنه اللي عملوا هالعملة هاي
ما بعرف بقدر اقول لهم الله يسامحهم. يمكن انا كمسيحيه ايه بسامح، بس الله ما بيريدها هاي، لا العبد ولا الشيطان ولا حدا بيريد هالاخبار هيدي. وفي اختصار، لا تجازي لك ربنا يجازي، لنا حاقدين على حدا ولنا سياسيين. شو عمل لهم؟ كاهن بدايره قضى حياته 30 سنه صار يكتب موسيقى ونوتة فنان، هو كلكم بتعرفوا فيه عمي، مين مش سامع بقلب الشرفين؟ حرقوا له هني، ما خلوا شيء. شو هالحقد هيدا؟ شو هالحقد؟ ما بعرف ما بعرف ما بعرف. الناشط السياسي والعضو السابق بلجنة الإعلام بالتيار الوطني الحر بشارة خير الله كان مناضل بالتيار، عايش كل حقبات التيار وآمن لسنين بأقوال الجنرال عون. من أيام قليلة كتب خير الله مقال عبر عن قناعاته بجريدة المستقبل، سأكتفي بتلاوة البعض مما جاء في هذا المقال. اليوم يحتفل العونيون بذكرى 13 تشرين، ذكرى الشهداء الأبرار الذين باعهم الجنرال والوفد المرافق بثلاثين من البوظة الشامية في سوق الحميدية. يوم هللنا فرحين للمصالحة العلنية تلك، وبعد خروج آخر جندي سوري من لبنان فرحنا بالمصالحة مع الشعب السوري والتي رأينا فيها بارقة أمل بعودة المعتقلين من أقبية بشار. ركبنا الطائرة الخاصة، ذهبنا إلى هنالك، ففي المكان جزء من تاريخنا، صورة راسخة في وجداننا، وهناك أيضا أمانة عالقة في أعناقنا علينا استردادها بأي ثمن. هناك أبطال ورهبان معتقلون أبسط الإيمان يجعلنا نحاول المستحيل لاستردادهم، أحياء كانوا أم شهداء، وفاء لذكرى 13 تشرين ومعناها الكبير، وفاء لقناعاتنا، وفاء لتاريخنا، وعبرة للأجيال. إننا قوم لا يترك أسراه في السجون. فبعد ذوبانها التام مع حزب الله أخذت الحالة العونية كل شيء من خصاله وشعاراته إلا الشعار هذا لاسترداد المعتقلين من السجون السورية. ويتابع خير الله في مقاله لحظة رفض أهالي شهداء إليج استقبال الجنرال السائح في بلاد جبيل لزيارة السبع كنائس الانتخابية، أدركت شعور هؤلاء بالمسؤولية المعنوية تجاه تاريخهم، تجاه حاضرهم والمستقبل. تفهمت رفضهم القاطع لفكرة الزيارة، لأن رفضهم هذا ومع شراسته الحادة في الشكل لقن ذوي العماد درسا علّه يكون شافيا، مضمونه أن من لا يحترم شهداء معركة كان هو قائدها، من قتل في مواجهة كان هو أيضا قائدها، من ليس له خير بشهداء الجيش حتما لن يفيد خيره على شهداء القوات. ويتابع خير الله، فلا عجب بعد اليوم إن رأينا ممثلا للأسد في قداس دير القلعة مع مال المكان من رمزية، حيث عاثت قوات النظام قتلا وخطفا بعد أن أطبقت على الشجعان الذين اقتدوا بلادهم بدمائهم، وحيث اختطفت رهبانا شهدوا المجزرة. فأين كرامة الرهبان المخطوفين يا دولة الرئيس الخائف على مصير المسيحيين؟ مئات اللبنانيين مدنيين وعسكريين ورهبان ما زالوا في سجون القهر والظلم في سوريا، والذين يخرجون منها هم أفضل من شهدوا على ما رأوا. اسمعوا وشاهدوا. هاتوني طيك ساخن وخاتك سخنين، كل البلدات مضضة، جيبهم بقى، حسوا بقى، سوقوا بقى. تبدي قل له قلو أنا يامي ساخني، شو بدي قلو؟ سلم عليك يامي، طلع لين بقى، طلع لين يامي. اللي عم بتشاهدو دموع أم قلبها محروق على ولدها، على فلزة كبدها، على ابنها البكر. دموع أبت إنه تترك أليس وأصبحت رفيقتها الدايمة من 22 سنة. كنا بالزاحلة، جينا بالزاحلة بولوطون، الجيران كانوا ما اجتون، اجت اختو لهان على البيت ناطرتنا، قالت لي توني يا امي مش باقي، صرنا نركض
مطرح مطرح محل لمحل مساعدة توني ما فيش توني مش ساكنة قولي رحم الناس صلي له عن روحه. توني كميل الهبر ملازم أول بالجيش اللبناني، انخطف أثناء خدمته يوم 13 تشرين الأول 1990 من سكن الدير القلعة ببيت ميري على يد الجيش السوري. كان عيالي فوق من عند عيالي، هو كان لحاله عم بالجيش. جيت من فوق سألت عنه، قالوا راحوا مع شريك الضابط تبعه فوق، قال لي راحوا بعثناهم على بيت ميري على القلعة لفوق وما رجعوا. وبدأت الأخبار السيئة تنهال على العائلة القلقة والمنتظرة، فأبلغ الضباط أهل توني أنه قتل أثناء الاشتباكات مع الجيش السوري. حملت حالي قالوا لي رحت على اليونسكو علي جندش هونيك كان ضابط، رحت لعنده صاحبنا قال لي اللي طلعوا سوريا ما رأوا لعندي لهون فيش أسامي هون توني الهبر فيش اسمه له اسمه. بيجي واحد بيت خير الله بيت عبد النور يمكن من بحمدو بيلي توني ابنك مين. تعدت عوامل أسهمت بولادة الأمل من جديد عند عائلة توني، وأعطت الاندفاع مجدداً لهالعائلة لتسترجع قوتها وتكمل مسيرة البحث عن فلزة كبدة. راحوا على المستشفيات برموا فيش ما في بين جثتها 13 واحد ما باين. إجا واحد من العسكرية هناك نهار جاي لعنا قال لي ابنك طيب مش ميت ابنك. طلعت على سوريا في البحث بسوريا وروحوا إجي قالوا لي قال لي بدك هزيم روح لعند العميد إبراهيم على السكن. رحنا على وزارة الدفاع من الهوائي أعطاني كارس وحب عميد إبراهيم أعطاني كارس لعند مصطفى التاجر. مصطفى التاجر فرجاني إياه بفرح فلسطين. قلت له كيفك؟ قال لي مليح. قلت له كم واحد أنتوا؟ عمل لي هيك يعني 10 12 نحن لك شو اللي بجانبه ممنوع الحق. فرحة اللقاء ما اكتملت، وبدأت العوامل تعاكس عائلة كميل الهبر لأغرقتها الأيام بدوامة المجهول بعد ما انطفأت مجددا شعلة الأمل. طلعتني مرة ما قبلونيش أبدا شحطوني قالوا لما كرمال بطك من تقلب بالحبس رحت حملت حلو قلت وطلعتني مشوار وطلعت مشوار ما عاد حلن أبع اللقاء أبدا. جدت عند البطل كازيم خبر ما عاد شعرني بطل ما عاد شعرني أبدا. وبعدين جيت لها ما اشرح ما بدي روح بقى وما نزلت على الخايمة. زلت كتير على الخايمة زلت على الخايمة الشهرين كل شهر كل جمعة انزل مشوار الخايمة. اجا جوزي قال لي بدي روح الساك انا بيعتين وراي. مين بيعت وراك؟ المحسن جلو. قالوا أنا ما بنقدر نجيبه لابنه بدي واحد قوي تيجيبه. من قالك شفت لابنك؟ كيف شفت لابنك؟ قالوا شفته بسوريا. قالوا روح بيتك بس تجي لعندي شغلتنا هاي مش شغلتك. قالوا كيف يا عمي عم تحكي هيك عبد الوزير؟ ما هذا ابني. قالوا ابنك؟ عم بقلك ابنك روح عد بيتك ما بتقدر. أكبر واحد أكبر زلمة بتقدر تجيب ابنك ما بيجي ابنه. واليوم بعد 22 سنة ما زال الانتظار عم بيغزر خيوطه بنفوس أفراد هالعائلة، عائلة توني اللي ما زالت عم بتناشد الدولة والمسؤولين فيها للحصول على بعض الأجوبة لعدة علامات استفهام. شو بدنا نجيب مسؤولين؟ كتر خير وشو بدي قل له؟ لانه كتر خير وبس هذا اللي بيخدم الوطن اللي بيعملوا فيه هيك هذا اللي بيخدم الوطن بيعملوا فيه هيك. بس قل له المسؤولين طلعوا هالولاد جيبوهم وحمونا بقى شفاء الميت شفاء البيت
شو بدي اقول لك تنهك؟ شبهن بقى انا لشو حاطين الفاق بعلن؟ لشو حاطين الفاق بعلن؟ امي عم تدري قلب البيان شنعم عليهم. وصل بطروس يفوت من الباب عطول الضحكة عوشه. مهيبر وينكم؟ شو عم تعملوا؟ وين الولاد؟ ما عنده شغلة حتى ليكي هلأ شوفي. ما بقى غير بفوت هلأ منشوف مذكرات لقلو صور ملفات وريق. هيدا مطرحه المفضل، أنا أقعد حده كل يوم بنتسير بيروح على شغله بيجي عشية همه الوحيد الولاد. وخبرتنا مرته عن بطرس الأب الحنون ولحظاتها الأخيرة قبل الخطف. هاد اللي انخطف عملت له القهوة وفت على المطبخ عيط لي تعي تعي قعدي. قعدنا خمس دقايق كان مستعجل بده يروح عنده شغل، كان رايح بده يمضي ملفات عنده شغل مستعجل عليهم. كان صار شي 9:10 نزل من البيت ما في خمس دقايق بسمع صوت رصاص ضربين رصاص من جوا قلبي بحس انه في شي وحده. بقول بطرس، بصرخ بطرس، بطلع على البلكون بلاقي سيارته مفتوحين البواب اثنين ما في حدا فيها. ننزل نطلع كانوا اربع ست سيارات، اثنين جيب خمسه بي ام بياخدوه بيروحوا، غراض كلها بعدها بالسيارة مش منشال شي. اخدوه اخدوا له فرده معه. هيدا كل شي عرفنا من ساعة ما انخطف، بس دغري حسيت انه في شي بقلبي كمشني. صرخت من جوا بطرس بطرس وركضت على البلكون، ومن وقتها ما عاد شفته. بطرس خواند عنده أربع أولاد، فادي الكبير، ربيع كان عمره خمس سنين، رواد سنة وشهرين، رنا ثلاث سنين. كل واحد منهم عايش حلم يشوف بيه من جديد. رنا اللي ما عاشت طفولتها مع والدها اختارت مهنة الصحافة للدافع عن حق كل مخطوف. بطرس خواند القائد والمقاوم انضم لصفوف حزب الكتائب مبكرا ليحمل بارودته وجه الاحتلال السوري للبنان بالتسعينات. نجاحه الميداني اكسبه مكانه مميزه ومقربه من الحزب، فكانت له علاقات طيبه ومقربه مع الشيخ بشير جميل. نضاله لم يعجب السوريين فقاموا ب 92 بخطفه، وبعد التحقيق بالقضيه اكدت مراجع امنيه لبنانيه انه بطرس انخطف بامر من اطراف لبنانيه لها علاقه وثيقه مع السوريين. وقاد العمليه بوقتها ريمون نمس اللي وجد مرميا من شرفه منزله بعد اسابيع على عمليه الخطف. تاكدنا انه منه متوفى بسنه 2004. طلع كثير مخطوفين من سوريا، كلهم أكدوا لنا أنه شافوه، سمعوا عنه، حدا حكيهم عنه عدة أشياء فوق بعضها، وأنه شافوه منه متوفي. خبريات كتيرة وعديدة، منها ما هو مؤذي ومنها ما هو مفرح. ساعة مات بطرس وساعة عايش، مآسي عم تعيش العيلة كل يوم وما حدا عم يسمع. طلعوا بال 2004 المخطوفين، كثير اشخاص اكدوا لنا انه بطرس موجود بعده بسوريا، منهم ماجد كرباج، منهم عده اشخاص، منهم صالح عبد الدايم، وقالوا لي انه صالح عبد الدايم موجود بسجن روقي، فقصدته على سجن روقي واخذت معي كاميرا لانه بدي اتاكد من هالشيء. كان صالح موجود بالسجن، ما بيقدر يحكي صالح عبد الدايم لانه مطعمينه ازايز صوته ما بيطلع، كنا عم نحكي بالأشايل، وأخذت الكاميرا وصورته بالمخفي عن الدرك وعن الجيش اللي كانوا حرس حواليه، وهيدي صورته بالحبس برومي.
فأكد لي وعطاني أشاير مظبوطة أنه بطرس هو موجود، أنه منصاب، بطرس بالحرب منصاب، عطاني لون عيونه، عدة أشاير بتدل أنه بطرس بعده موجود بسوريا. أول شيء انبسطت كتير، بس نحنا كنا نمر بكتير حالات إنه بطرس موجود ساعة بطرس مش موجود. بال2001 لما طلعوا السجون مخطوفين كمان من سوريا، كان عندي خبر أكيد من ميشيل سماحة يلي هلقني محبوس، كان علاقة متواصلة مع السوريين، أكد لي إنه بطرس بيناتهم طالع وقال لي انطري. فقعدت نطرت كل الليل إنه بطرس جاي، بتفاجأ الصبح بتلفن له ما بيعود يرد على الخط، إنه بطرس ما طلع معهم. يعني كان في أشاير تدل إنه بطرس طالع معهم للمخطوفين بال2001، وكان الخبر من ميشيل سماح. وبهيدي الفترة ظهرت وثائق عديدة ضمنت معلومات من مصادر أمنية سورية مطلعة بتأكد وجود خوان في سجن فلسطين عند المخابرات السورية. اللي بيأكد أكتر إنه بطرس بعده على قيد الحياة، عنا ورق إنه هو فات على المستشفى، وفي ورقة ممضية من الطبيب أيمن عدي إنه فات عمله فحوصات وظهر منها. في ورق كتير بتأكد أسامي الضباط، أسامي السجون وين كان، مين كان في بهالسجن، أسامي الضباط يلي حاجزينهم. في كتير مستندات بتثبت إنه بطرس بعده موجود وفات على كذا سجن من هون لهون لهون تنقل. بال2004 من بعد ما اجينا كل هالمعلومات انه بطرس عطانا امل جديد، حياه جديده، انه نرجع ننبش عن جديد اكثر، صرنا نرجع نراجع المسؤولين، اتصالات على مبادرات شخصيه اكثر. حتى في فتره لمن كانوا قالوا قصه اتهم بطرس قصه الايرانيه الدبلوماسيه الاربعه. بال2005 كانوا جايين اتصال مع السيد حسن نصر الله، وفي مشاورات عم بتصير، فقمت أخذت مقابلة مع السيد حسن نصر الله ورحت قابلته شخصياً. فكان اعتراف منه أنه بطرس خوند منه عنا، منه عند حزب الله ومنه عند الإيرانية، وقال لي شخصياً بطرس نحن منعرف مين عملها، بطرس خوند ما له علاقة بالدبلوماسية الإيرانية. هيدا الشيء كمان إثبات بثبت أنه بطرس منه لعند حزب الله ولا بإيران ولا بالدولة اللبنانية، فإذا وين؟ أكيد ثابت أنه بسوريا. من هالمنطلق كمان رجعت قابلت رئيس الجمهورية، قابلت البطرك سفير، يعني شو كان فينا نقدر نعمل. رحت على الأمم المتحدة قدمت مذكرة أنه مطالبة جديدة، شفنا الصليب الأحمر الدولي، الهيئات الإنسانية كلها سوا. يعني بتقولي كيف مين ما نعرف مين في بيقدر يساعدنا، ما كنا نخلي حدا. وللأسف نتصل منروح من نحكي معهم ما في نتيجة. حتى سنة الماضية ب15 أيلول طلعت قابلت رئيس الجمهورية بخصوص هالملف، فكان كمان عنده ما عنده معلومات كتير، وبالنسبة له ما بقى في سوريا لبنانية بالسجون السورية. لحتى طلع السنة شمعون، يعقوب شمعون، وأكد أنه لقى في مخطوفين بالسجون السورية وبعدهم موجودين. وبعد 8 سنين إجا خبر جديد رجع الحياة والأمل لعائلة خواند، تمثل بمعلومات عن انشقاق اللواء محمد خلوف رئيس فرع سجن فلسطين بسوريا اللي اكتيد له بطرس عند خطفه ب92، وتأكيد المصادر على وجوده حيا يرزق بالسجن عند المخابرات السورية. ما انحصر الأمر على هالضابط السوري فقط، وإنما أيضاً أخبار عم تتداول عن بطرس خواند والمعتقلين اللبنانية بيرويها شاب سوري سمعها وشافها بالسجون السورية. ماهر أسبر، أنا اعتقلت بال2006 لل2011. طبعاً خلفية الاعتقال كانت سياسية، وبسبب نشاط
بالجامعات السورية وبغيره. كنا بالسجن تقريبا توقفت أنا بفرع المخابرات الجوية لمدة 4 شهور، وبعدين تحولنا على معتقل صيدنايا اللي هو يعني معروف أنه هو سجن سياسي وعسكري الوحيد اللي كان بهذيك الفترة باقي بسوريا بعد ما كان متسكر سجن تدمر وسجن المزي. المعتقل طبعا فيه غير السوريين، في جنسيات كتير، يعني في جنسيات، في أتراك كان معنا، كان في معنا أردنية، كان في معنا حاملين جنسية الألمانية وحاملين جنسية السورية، في حاملين جنسية، في أشخاص حاملين جنسية بلجيكية، وفي قسم كبير كان وفي عراقي، وفي قسم كبير كان لبناني. اللبنانيين الحاملين الجنسية اللبنانية أغلبهم هن القديمين تقريبا من سنة 80، في عالم 81، في عالم 83، يعني مشكلين. في بعضهم مدة سجنه تجاوزت 26 سنة و 27 سنة، لسه ما طلعوا لهلق طبعا. كان اخر فترة بسجن المزي. أنا ماني ضابط القصة تماماً حتى أنا أرويها يعني بشكل حرفي ودقيق عن بطرس خاوند، ولكن الاسم أنا ذكر قدامي أكيد، ونحكى عن أنه شخص هو كان مهم وموجود داخل السجن، وأنه تعامل حتى هن المهمين يعني بتحاول تبعدهم السلطة عن الأوجه المعتقلين البقية، يعني بتحطهم منفردات خاصة. هن بحدود 40 شخص، أنا أسماءهم كلها موجودة معي، أنا عايش معهم يعني فترة طويلة، بعرف أبو حنا، أبو أكرم، أبو فلان، يعني نعرفهم بالاسم كلياتهم وعايشين سوا. فالشباب هدول كلهم هن حاملين جنسية لبنانية مثل ما حكيت لك، وهدول أنا اللي قابلتهم وعينتهم. أنا ممكن يكون في بمحلات تانية، أنا حقيقة النظام السوري يعني نظام، هو نظام قائم على السجون، يعني قاعدته الأساسية الحامل تبعه هي السجون، وحياة السجون هي حياة غير معروفة للكل. فموضوع شو ممكن يكون فيه بسوريا لسه ممكن الأيام تكشف، يعني أنا وبشوف في احتمال أنه يكون لسه في معتقلات للمخابرات. أنا بعرف أنه أنا ونحن بالسجن بالمعتقل يعني كان يجينا أشخاص يقلنا أنا اعتقلت بالمكان الفلاني، يعني هو بوسط دمشق بمنطقة سكنية بمحل مثل القصور مثلا بالشام، او بمحل انت بتفكري انه ما في هون شيء تواجد امني او كذا، يكون هن بنايه بين سكان اخذين يعني ملجا مع طابق ارضي، حاطين عليها محرس يعني اساس بيت او مكتب صغير. هو معتقل هذا الشخص كان هون، يعني انا قابلته هدول الاشخاص، قال انا اعتقلت وتحولت لهون مع انه مو معروف ابدا انه هذا معتقل. انا بتصوري واقع الامر يعني موضوع النظام السوري مانو مستعد يتكلف ويعذب حاله كتير لحتى يعمل سجن، يعني بما يخص أنه يخفي فيه معتقلين أعداد كبيرة المفقودين بالسجون السورية، يعني هو الأريح له أنه هو يكون مجرم أكثر ويقتل. عائلة خواند عم تعيش حلم من الصعب تحقيقه إذا ما تم بذل جهود جدية لفتح الملف من جديد وانهاء كل هالمعاناة اللي عانت منها من 20 سنة وبعدها لهلأ ما انتهت. عشنا أنا والولاد فترات كتير صعبة على أمل إنه بطرس طالع، لأ مش طالع، عايشوا برعب يعني الولاد، حتى يضلوا الولاد يسألوني ماما ايمتى جاي البابا، بكره بيجي بكره بيجي، يضلوا على امل عايشين بتوتر الولاد. حتى بالاخر صغير عندي بده بيو، الولاد كلهم عندهم بي وما يلاقي بيو، بالاخر ماما روحي جيبي لنا بي، يعني زهق من كلمه قل له بكره جاي البابا، روحي جيبي لنا بي، بدهم بي الولاد، يعني عايشوا على هالامل ناطرين لعشرين سنه وبعدنا ناطرين. 13 تشرين الأول 1990 صار ذكرى، يوم احتفال، مناسبة للمزايدات ضمن حملات انتخابية. من السبت 13 تشرين الأول 1990 للسبت 13 تشرين الأول 2012، أي اليوم بالذات 22 سنة مرت،
وما زالت القلوب دامية، الوجوه حزينة، الأمهات والأباء شيخوا وحدهم فيما أولادهم بذكرتهم بعدهم شباب، وهن كمان مرت عليهم السنين مثقلة بقضبان الظلم وصراخ التعذيب. وإذا خرجوا يوما من سجونهم، هل سيتذكرون العجوزين يلي رح يكونوا بانتظارهم وباستقبالهم؟ ألا نخجل بعد اليوم أن نذكر ونتذكر 13 تشرين كيوم ذكرى من السنة؟ مرة واحدة بالسنة، فيما النسيان هو العنوان ل 364 يوم من الأيام الباقية من السنة، أي ل 8008 أيام خلال 22 سنة.